أستاذنا الفاضل الحاج طاهر قلزو، دائما أتواصل معك في على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكنت حاب أني ألتقي معك في للتسجيل معك. الحاج طاهر قلزو غني عن التعريف، من الأساتذة الملموقين. اليوم يزورك أحد تلاميذك وهو حليس طاهر، الذي فاز مؤخرا بجائزة رئيس الجمهورية. شنو إحساسك وأنت مع تلميذك المتوج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا أتشرف اليوم بزيارة هذه الجماعة الطيبة وحليس طاهر الذي خرم اليوم في المجلس الشعبي المجلس الولائي، وأنا مسرور جدا بهذا التتويج، وأتمنى له تألقات ونجاحات، وربي يبارك فيه إن شاء الله.